كنظن والله اعلم اني غنكون حنينه بزاف ولكن في نفس الوقت قاصحه اللي ما عنديش مال ديال الباسلين فهمتي غنكون ديك لا مامون دوس اللي عزيز عليا لي كالا عزيز عليا يعني نكون داك لو توشي بيني وبين لو بيبي ولكن يمكن ملي غيكبر البيبي يكبر شويه غنكون شويه يمكن ستريكت شويه بيان سور في اطار المعقول يعني ستريكت غير باش في باش الوليد يتربى مزيان يكون نعرف ما له هو ما عليه يمكن الاحساس اللي زوين هو داك البيبي ملي كيبدا يضربك شويه بحال هكا دونك كتحسي ان سبحان الله العلي العظيم واحد الشعور ديال الامومه كيبدا معك من دابا كتولي كتخافي على لو بيبي ديالك وانت باقي ما شفتيه عندك نطيح عندك ما نشرب شي دواء ما يجيش معاه عندك هذا لا يحرم حتى شي واحد يا رب العالمين